أولا أشكر رجال ونساء الإعلام الذين يتتبعون هذا العمل الحقوقي المنظم من طرف الائتلاف المغربي والشبكة الخمس المغرب في ائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وفي شبكة البرلمانيين شبكة النساء ورجال التعليم شبكة المقاولات والمقاولين شبكة محامية المحامين وشبكة الصحفيين والصحفيات. اليوم الذكرى العاشرة اليوم العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة نتوقف من أجل الإعلان من جديد أننا نريد إلغاء عقوبة الإعدام لأن المؤسسات ديالنا الأساسية وأكبر مؤسسة هي المؤسسة الدستورية لم تنفذ منذ أكثر من 20 سنة. الدستور ينص على عقوبة على الحق في الحياة ويجب أن نترجم هذا الحق من ناحية العملية وأن نلائم قوانيننا الوطنية مع الدستور كما أنه يجب علينا أن نلائمها مع عدد من العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. اليوم علينا أن نزن أين نسير. المغرب إذا لم يكن إذا لا زال متوقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ 30 سنة وهذا عنصر إيجابي فإن هذا الإيقاف هو إيقاف غير معلن ولذلك نلح أن يتجه المغرب نحو التصويت إيجابيا على مقرر الأمم المتحدة الذي يتعلق بالإيقاف الدولي لعقوبة الإعدام. ولكن قبل هذا وذاك يجب أن تعدل منظومة القانونية أن يعدل التشريع ونحن ننتظر وضع المدونة الجنائية بالبرلمان من طرف وزارة العدل وهناك سنكتشف ما هي الوضعية التشريعية والقانونية لمكانة حق الإعدام حق في الحياة في المنظومة الجنائية المغربية. نعرف أن المنظومة الجنائية في القضاء العسكري تأخذ بعقوبة الإعدام ولكن اليوم ننتظر أن تبدع وزارة العدل وتبدع الحكومة موقفا متميزا وننتظره جميعا وهو إلغاء عقوبة الإعدام. الملك توجه مراسلة في 2014 للمؤتمر الدولي في مراكش. المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد أنه يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام. فإذا تنضم المؤسسات الأساسية المعنية بحقوق الإنسان كلها مستعدة إلى الإلغاء. يجب القرار السياسي أي القرار الحكومي يجب أن ننتظر الحكومة قولها النهائي في هذا الموضوع. هذا النهار المشاركة ديالنا مع الحركة الحقوقية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والمطالبة بالحق في الحياة تيجي في الذكرى 21 ديال اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام اللي هو نورمالمون 10 أكتوبر من كل سنة. المشاركة ديالنا هذا النهار بأننا كنضامنوا مع الحركة الحقوقية وكنضامنوا مع المجموعات اللي كتطالب بالحق في الحياة. حنا كمقاولين ومقاولات تنبغيو نذكروا المواطنين والمواطنات من هذا المنبر بأن هذيك الصورة اللي عندهم على المقاولين هذيك الصورة النمطية اللي تيقولوا بأن المقاولين والمقاولات تيهتموا غير بتحصيل الأموال، لا، هذه صورة خاطئة لحقاش عندنا التزام وعندنا التزام مدني. هذا الالتزام المدني فاش تيتجلى؟ تيتجلى الالتزام المدني في هذاك المقابل اللي تيأديه المقاول لهذوك المواطنين اللي كيشتغلوا في ديك المؤسسه فراش كل شهر كيأدي لهم واحد المقابل على لو طرافاي اللي كيديروا وكيخلص عليه لي كوتيزاسيون ديال لا سي ان اس اس وكيخلص عليه الضريبه على الدخل. هذا في حد ذاته راه التزام. ثاني كاين ان المقاول ما يمكنلوش يعيش بلا ما يكون عنده الهاجس اللي هو اقتصادي والهاجس ديال العداله الاجتماعيه والهاجس ديال التطور ديال البلاد ديالو. لحقاش من هذا المنبر هذا تيدافع على الحق في الحياة وتيطالب إلغاء عقوبة الإعدام وتيضم الصوت ديالو المقاول والمقاولة تنضموا أصواتنا الحركة الحقوقية للدفاع على أسمى حق اللي هو الحق في الحياة. ما دمنا احنا في المقاولات ديالنا تنحترموا حقوق الإنسان تنحترموا مقاربة النوع الاجتماعي تنحترموا المناصفة تنحترموا ليغاليتي. اليوم كما ترون منظمة العفو الدولية حاضرة أمام قبة البرلمان في 10 أكتوبر اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. اليوم نحن حاضرون من أجل أن نبعث برسالة لحكومة المغرب مفادها أن مستقبل هذا البلد يقوم على احترام الحقوق في مقدمتها حق الحياة باعتباره أصل لكل الحقوق، فلا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان بدون الحق في الحياة. فمنظمة العفو الدولية الفرع المغرب
قد راسلت صفيحة هذا اليوم وزير العدل المغربي بمذكرة بعنوان من أجل مغرب خالي من عقوبة الإعدام، نحث فيها على اتخاذ الأساليب والخطوات اللازمة من أجل مصادقة حكومة بلدنا على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بعد الحقوق المدنية والسياسية والقاضي بعقوبة الإعدام، أو على القرار الأممي الذي يفيد بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام. فما يمكن أن أقول أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن عقوبة الإعدام رادعة للجريمة، أو على أنها أسلوب للدفاع عن وحدة وقيم وأمن المجتمع، فيمكن أن أقول أن ذلك ناتج أساسا عن تربيتنا. ولذلك منظمة العفو الدولية لديها برنامج كبير في هذا الإطار بخصوص التربية على حقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والانتصار للحق في الحياة.